تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من استرجاع شبلين وتوقيف 19 مشتبه فيهم، 7 وضعوا رهن الوقف للنظر، وهذا بالتنسيق مع نيابة المختصة إقليميا وتمديد الاختصاص إلى خارج إقليم الولاية. تفاصيل القضية جاءت بناء على شكوى تقدمت بها إدارة حديقة التجارب الحامة، مفادها سرقة شبلين بعد كسر عيادة البيطارة. بعد استكمال إجراءات سيقدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.